الو عمر، لك مو على اساس تجي ونحكي بخصوص المصاري؟ من امبارح عم اتصل فيك وما عم بقدر اوصل لك. انت منيح؟ منيح جنكيز، شكرا. في شويه مشاكل مع ايسون بحكي لك بعدين، بس انت شو بدك تخبرني هلا يا ترى؟ في عندي كثير حكي لك، خلينا نطلع نتعشى المساء، شو رايك؟ وبحكي لك هنيك اذا بدك. ايه اوكي، اتفقنا. تمام، لك عم شوفك. كلكم فهمتوا الخطة ما هيك؟ طبعا طبعا. تمام منيح. في شي حدا عنده سؤال؟ جلال بيك، بس انا متوترة شوية بصراحة. تمام تولين، تمام. اهدي انت، اهدي. ايمن انت كمان اهدى. ايه تمام جلال بيك، رح ننقذ بيبي، لا تخافي. يا عيني عليك. تمام. ايه؟ معناها خلونا نبلش. برأيك حينجح جلال بيك؟ رح ينجحوا أكيد. يعني بيقدروا؟ سراج ما بعرف، بس تولين رح تقدر. حلوين مع بعض ما هيك؟ ايه كتير حلوين، حلوين طالعين كتير. تفضلوا. اهلا وسهلا، انا بساعدكم. مرحبا. اهلين، عندكم مواعيد؟ لا. ايمتى مفكرين؟ بشو؟ بالولد. عم يسأل عن تاريخ العرس. سراج بيك، سراج بدك تتزوجني؟ لا تكون نسيت انه بدنا نتزوج كمان. معقول يا حبيبتي تولين؟ معقول. اذا بتحبوا تشوفوا الصالة تفضلوا. نحن بدنا حفلة تكون حفلة عشق. اخي شو الاسم بالله؟ دمرجان. ايه اخي دمرجان. نحن عنا منطق كمان، يعني نحن زوجين منآمن بالمنطق وبالعشق كمان، بدنا زواجكم في عشق ومنطق بنفس الوقت. ما شاء الله ما شاء الله، لا تخافوا أبدا، رح نعملكم عرس حلو كتير. ايه منيح كتير. لحظة، هذا هو الكيك؟ ايه أكيد. حلو كتير، بيطير العقل. هذا كم طابق؟ سبعة. ايه بدي ثمانية. اللي بدك يا روحي، عكيفك. بتستخدموا هذا الورد؟ ايه بنستخدم هذا الورد. هذا الورد اللي بنستخدمه بالعاده. بدي ورد بيغومبيل، نحن بنحب هذا الورد كثير بصراحه. اوكي اوكي. هوب هوب، ممنوع دخول الاشخاص الغرباء لهون. انا جاي مشان شوكولا العرس. لاي عرس هدول؟ العرس تبع اليوم. يا أخي هون في أكثر من عرس، شو اسم العرسان؟ جلال وأرزو. أرزو وجلال، بتفرق معك شي؟ تمام أخي، تركون هون، فيك تروح. في فيديو رقص شرقي بفيلم بيكونوا عم يرقصوا فيه، هذا المكان نفسه تماماً، معقول هي نفسها صالة الأفراح اللي بالفيلم؟ لا يا أخي لا، ما عنا هيك شي، يعني عنا رقص شرقي، بس ما طلع بالفيلم. لا أنا متأكد إنه هون، حتى رح ورجيك يا، ثانية واحدة رح أفتح لك يا وشوفه. شفتون؟ لحظة واحدة رح يطلع معي ليكو. ها؟ ها؟ رح افتحه وخليك تتأكد بنفسك انه هذا المكان نفسه تبع الفيلم.
أول رقصة لنا بدها تكون على غنية إيرام ديرجي صاحب قلبي الصارخ. تمام، هاي غنيتنا المفضلة. موجودة موجودة عنا. إيه عظيم. كيف بدنا نعمل الفوتة؟ من هون رح تكون الفوتة ولا شو رأيك نعملها من هديك الجهة؟ من هون بس هون ساحة مشجرة. يا أخي أنت شو عم تحكي؟ عم تقلي فيديو عرس وقاعد عم تورجيني فيديوهات ما بعرف شو. يلا الله معك. ما رح أطلع، بس بدي أسألك كم سؤال. قديش تكلفة العرس عندكم؟ لأنه في صديق غالي علي حاجة تعطلني الله يخليك، وما عم يلاقي صالة مناسبة. يا سلام، وبعدها الرقصة والموسيقى هون بتبدأ. تمام، رح نظبطها أكيد. بالنسبة للرقصة رح أوضح لك ياها، انت وقف هون. تمام، شوف كيف بتكون فوقتنا ورقصتنا. يلا شوف كيف وقفتنا. تمام. سراج. ايه يا حبيبتي. ايه نحن هلا بعرسنا. كيف لقيت الوضع؟ حلو كتير، برافو. حلوين، الله يسعدكم. وانا هيك برأيي. بيبي بيبي، وقف بيبي. ها بي لقيتك، تعال. يلا يلا روح. لحظة يا أخي، استنى شوي، عندي شغل يا أخي. يلا روح اتيسر. يلا الله معك. هي علينا. تعال تعال عند البابا، تعال عند البابا. تعال يا حلو، برافو عليك، تعال. مين انت وشو عم تعمل هون؟ ليك يعني عن جد انا ما كان بدي اعمل هيك. ليك نحن عجبتنا الصالة كتير، بدها شوية زينة مشان نحجزها بواحد آخر. ممتاز، معناها ادفعوا رعبون وبتنحجز لألكون. لا ما في مشكلة بالمصاري، ما ضل شي نحكي. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك تولين خانم، ألف مبروك. شكرا كتير. معناها القرار الأخير عن إذنكم. لحظة. إي أنت تعال هون. سير هجبي. مين هون؟ إيرو. اركدي تولين، اركدي اركدي اركدي. سيراج بيك. بيك يا شباب وينكن؟ يلا 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 سر عجل على البيت. يلا يلا تعال ايمن، تعال تعال. يلا يلا اضحكوا اسكولة ايمن. يلا بيك احمد رضوان، وينكن انتو؟ وين كنتوا غاطين؟ شلون فاتوا سرقوا الكلب وطلعوا بدون ما تحسوا؟ روحوا لقوا الكلب وجيبوه. يلا حركوا. شكرا جميعا لحضوركم. بالمناسبة مثل ما حكينا رح جهز العقد. ايه تمام. وأول ما يجهز بنتواصل معكم. أوكي. شكرا لك. برافو شباب، بروفة القراءة كانت ممتازة، يعطيكم العافية. وبالنسبة للفيلم اللي قلت لي عنه أكيد رح شوفه. تمام تمام، يعطيكم العافية. شكرا لكم. سلام. شوفكم. شكرا. عن إذنكم. إذا في أي مشكلة بتمنى تحاكم. أكيد أكيد، يلا عن إذنكم. مع السلامة. لازم نشوف حدا تاني مكان فريدة خانم سنان. ما بعرف، طولي بالك لنشوف. إيه شو رأيك سنان؟ كيف شفت قراءة دور عمر؟ إيه شكراً لك باريش. لا العفو، أنا بالأساس حكيت مع دجلة وقلت لها أني حابب مثل هالدور. إيه حكينا أنا ودجلة، بس الشخصية مستحيل تلبق لك. مستحيل قلت لي؟ ايه يعني مستحيل. هلا اول شيء عمر ما نو حلاوه مثلك، انت احلى. هلا صحيح هو عنده كاريزما قويه، بس اذا واحد جنتلمان مثلك بيمثلها ما رح تطلع حقيقيه. انا ما رح اقتنع فيها، بقى كيف رح نقنع المشاهد؟ فهمت، حلو كتير. لكن جنتلمان قلت لي مو؟ ليش نجات ماله جنتلمان؟ ولا شو الفرق بيني وبين نجات؟ اللي فهمني باريش، أنا ما عم دور على ممثل يستعرض قدام البنات، بدي ممثل حقيقي. لك بارش، ليش هيك سويت؟
أنا لسه لهلا ما أعطي الخبر عنه. جيدة خانو، مثل ما أنك شايفة نفس الجنس، نفس العمر، نفس اللون، ونفس الشعر، ونفس النباح. لك نفسه عن جد؟ حتى جورجان ما رح يلاحظ. برافو. تعال. أنا مشان أسمع هالبرافو هاي مستعد أقدم حياتي، مستعد أقدم عمري. مو بس هيك يا جيداء خانم، مستعد أبتر أطرافي الأربعة. ولك موسيقى. برافو تورون. طلع فيني، انتبه على كلامك وبلاها هالحركات السخيفة وبلا الكلام السخيف تبعك. امشي فورا. لسه لهلأ ناطي الخبر، مع أنه بصراحة ما عاد ضل عندي أمل. قديش صار له غايب؟ لحظة لحظة، خلص برجع بحكي معك بعدين. روح هلأ. طبعا بكرة لما نشتغل سوا رح تفهمنا أكتر. أنا سعادتي من سعادة الممثل تبعي. أنا ما قدرت كمل حياتي وأتركك زعلان جورجان. لحظة شوي جيداء، هلأ هذا بيبي؟ بيبي؟ لا هذا مو بيبي. بيبي أحلى من هيك. شو عم يصير؟ أنا لقيتهم بالشارع ما سرقتهم. اتحرك اتحرك وبلا علاك، نحن منحب الحيوانات. يلا معلش. لوين؟ لوين رايح فهمي؟ لوين بدي يكون رايح برأيك؟ قلي لي لوين يعني؟ لك كيف قدرت تعمل هيك شيء؟ ليش أنا شو عملت؟ أنا شو عملت؟ ما سمعتي شو قال الزلمة؟ قال الاحترام معي، عم يقلي مالك ممثل. شو هاد الحكي؟ ما بيصير. معلش هو أنا كان بحكي عني بهي الطريقة؟ ليش؟ مين هو لحتى يحاكيني هيك؟ مين مفكر حاله أصلاً؟ مو عيب عليه؟ مين ما كان يكون؟ يصطفى اللي يتجاوز حده إذا بده، بس أنت ما بصير تضربه. طالما ما عم بغلط مع حدا ما بصير حدا يغلط معي. القصة كتير بسيطة، موضوع بسيط، هي بديهيات. لحظة بعرف، أنا بعرف إنه أنت معصب كتير، بس هذا اللي صار غلط، ما بصير تتصرف بهي الطريقة. لو سمحت تعال نعتذر. أنا بدي أعتذر منه؟ تركيني هيك، على شو بدي أعتذر منه؟ شو هالحكي هاد؟ بدي أعتذر. قال بعدي عم هالمسخرة. فوق منه بدي أعتذر. سنان لا لا ما في شيء، خلص انا رح روح هلا. خليني اجهز لك ثلج، ما بيصير هيك. سنان لك بعتذر منك، راح الحديث لمكان ما منحبزه. انا بعتذر منك باسم بارش وبتمنى تنسى اللي صار. ما في داعي للاعتذار دجله، الموضوع ما عاد يتحمل الاعتذار. بعرف انك معصب كتير، بس ما بدنا الفيلم يتضرر بسبب يلي صار. لازم نكون اوعى بكتير من هي المشاكل. بترجاك برايي ما في داعي نتعب حالنا. ايه خلص حاجة، خليني نروح. لو سمحت مو هيك، أنا مديرة الفريق بهالفيلم، لو سمحت اهدى. الموضوع صغير وما بدنا نكبره، وما ضل غير توزيع الدور الرئيسي. فريدة خانم اعتذرت. دور فريدة خانم مو مشكلة بنو، بس المهم هون هو دور عمر. أنت بمين عم تفكر ومين اللي بدك ياقل؟ وأنا وعدتك رح حل الموضوع.
ليكي، أنا بصراحة من البداية في حدا ببالي وحابب جيبه على هالدور. حتى إذا بتتذكري قلتلك عنه عند البحيرة، متذكرة هيك شي؟ ما بذكر إنك ذكرت شي اسم. جيمبي ليفي، بس ما رح يجي بظروفنا الحالية. بيجي؟ ليش لحتى ما يجي؟ هو أهم شي عنده السيناريو. شوف أساساً أنا كنت حأتصل فيه لأني أنا تركت إيجو، مو مشكلة أنا بحاكي لك. دجلة، مو على أساس تجيبي لي تلج؟ تمام، ليكي بلش ينتفه. إيه رح جيب لك يا دغري، ثواني بس. خير باري، شو صاير؟ ليش هيك وشك؟ لما اتصلت خفت يكون في شي؟ لا، ليكونوا هدنك اتصلوا فيك؟ هداك الموضوع تسكر. لك مين دجلة؟ لك دجلة مو عند هذا الرفيق يلي بدها تشتغل معه مديرة فريق أو هيك شي؟ هذا الشاب المخرج. مخرج شو؟ لسه هذا أول فيلم إله وعم يحكي مدري كيف بنفسية، مفكر حاله شي شغلة. لا ومصدق حاله. شو صار أخي؟ شو الموضوع؟ لك مو في عندهم فيلم؟ قريت السيناريو تبعه وعجبني كتير، ورحت قلت لهم إنه في شخصية بالفيلم عجبتني وحابب إني مثلها. طيب وشو قال لك؟ قال لي أنت ممثل حلاوة وأنا مو هذا اللي بدي إياه، وإنه أنا عم دور على ممثل حقيقي. لا ما شو هالسخافة هي؟ مين مفكر حاله هاد؟ وانت شو عملت؟ طبعا ما تحملت ونزلت فيه ما؟ ايه طبعا، شو بدي اسكت له؟ لكان ضربته وكانت دجلة موجودة هنيك. وهذا كله ببيت دجلة؟ ايه نعم. لك الصحفيين بيعرفوا بيتها اخي، بكرة بيلطوا لك هنيك وبيعملوا لك فضيحة. لك شو هذا يا؟ انا عم روح لعندهم بدون تكبر وعم قلهم انا بدي ادعمكم وحابب اعمل معكم هذا الفيلم، بيقوم هو بالمقابل بحاكيني بهذا الاسلوب؟ ايه مو منطقي كمان. خلص اخي اللي صار صار، لا تحط الموضوع ببالك. بعدين انت مديرتك جيداء صح؟ وجيداء بتعرف كيف تتصرف مع كل الوسط الفني، مزبوط ولا لا؟ طيب إلا حكي لها شو الوضع وإلا أنا بدي أشتغل هيك شغلة، حابب أشتغل فيلم سينما. إلا لقي لي هيك فيلم وهي رح تلاقي لها مشان ما تخسرك صح؟ خلاص لا ضايق حالك، روق، هي بتدبر لك الموضوع. برافو عليكم يا سوبر ايجو، هدول الفنانين اللي ضلوا من عند دجلة. في شي ناقص؟ بيستي بيستي اخي بيستي بيركت، خلصت اتفاقيتها مع مترو ووقعنا عقد. اهلا وسهلا ببيستي، كمان شرفت، اجت مع بركتها. من وقت ما اتفقنا مع جورجان التليفونات ما هديت ابنه، وجولبان خانوم اتصلت وقالت قهوتكم طيبه كتير، خلونا نجي نشرب فنجان عندكم، شو رايكم؟ وانا اتصلت فيني نباهات مشان تقلي الحمد لله على السلامه. مين نباهات؟ نباهات جهري؟ طبعا نباهات جهري، كم نباهات عنا نحنا. اساسا بعد جورجان بلشنا نكبر بسرعه اذا ملاحظين هالشي. والله ما قدرنا نضرب جيداء بسلاحها غير من بعد ما اخذنا جورجان. ديميت اقباب. الو ديميت خانم، مرحبا، كيفك انت؟ نحن كتير مناح، في اجتماع هلا مجتمعين ورح اعطيكي سراج بيك مباشرة. سراج بيك معك، تفضلي. بس لو تعرفي قديش محروش منك دينم خانم. هيك لكان جوركان حكى لك باجتماع النقابة. اوكي اوكي، العقد اللي وقعناه مع جوركان هو الاول من نوعه بمجالنا. شكرا كلك زوق ديميت خانم، شكرا. إيه انت ما بتحبي؟ طبعا طبعا، بنحكي بنحكي ما في مشكلة. بتنوري اكيد وكالتك. يا سلام. يا سلام. الو جولبان اركين. أيوة. عم تتصل. رائع. الو جولبان حبيبتي، كيفك شو اخبارك؟ ما في شي يعني، مثل ما بتعرفي عم نشتغل وعم نتراكد. انت كيفك شو اخبارك؟ العقد ايه؟ انت قولي وين بدك يعني يكون بيجي ونوقع العقد هنيك، ما في مشكله. ايه انت ببوردون؟ طيب تمام، بنعمل مثل ما قلتي. طيب ايه ماشي، ايه منيجي لعندك ونوقع. ايه تمام ماشي، ما في مشكله. ايه تمام منوقع العقد، بس تجي حضرتك ولا يهمك، مو مشكله. ايه تمام 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 تمام، بس نجي نحكي. يلا باي باي باي. يا سلام. جولبان كانه موافق. شايفين كيف قلبت الموازين بين ليلى وضحاها؟ يلا رح اعطيكم توقيع مني كمان، شريف ايرول. يس. كيف كنت يا حبيبي؟ خبر رائع. المدام جيدة بانتظار كل الاجتماع. لا عم تنتظرنا؟ ونحن كمان بدنا نندهله. خليها تجي لهون كلياتنا مجتمعين. اطلع اطلع، قرب واطلع، قرب 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 اكثر واطلع.
على أساس رح تتذكر كل اللي مكتوب على اللوح؟ حربوه. عفوا، شو بدي أقول للمدام؟ لا إله إلا الله، إلا نحن مجتمعين هون وعم نستناها. يعني ما عم تشاركوا ولا بأي اجتماع عم نحدده؟ بس عيب هيك يا سوبر إيجو. هاد من وين بيعرف السوبر إيجو؟ ما في غير نحن ودجلة اللي منعرف بهذا الموضوع، وبارش بيعرف كمان، مو بس دجلة يلي بتعرف. شو العصفورة خبرتها؟ ليش كان في عصافير؟ ما كان في حدا. كان في؟ في عن جد؟ يا ترى هل هناك أساسات وكالة جديدة ضمن وكالة إيجو التي يقال أنها ستنهار؟ أي مدراء أعمال شاركوا في سوبر إيجو؟ والله صرت مراسل محترف. كتير حلو حلو حلو، كتير حلو. أيوة تمام. بكر شلونك؟ مشغول والله، يعني مشغول عم بشتغل. شو هذا تويتر؟ ايه احيانا يعني فوت هيك على مواقع مشان شوف الاخبار والبورصة وهيك شي. بس ما شاء الله متابعينك كتير كتار، ايش عراتك ما عم تهتم؟ لا هاي مو الي، هذا حساب حدا تاني عم يعمل تويتر. شفت شي مكتوب مثل انت شو دخلك؟ الله الله، شو عم تحقق معي؟ شو هاي مو خاصة فيني لك يا اخي؟ ما بعرف خاصة فيك شي. لا ما شو هاد يا ما كان ناقصنا لهزة. ألو وكالة إيجو؟ أيوة. نعم. إيه ماشي ماشي، مع السلامة. أهلين أهلين، يا هلا، مع السلامة. مبارح خبرته لمساعدي. قلت له إذا بعد ما تترك دجلة إرم ضلت بالوكالة فهي رح تضل مشاني بس. ليكي أنا حابة أهتم فيكي بنفسي حبيبتي. سراج اتصل فيكي؟ أنا بس الشخص اللي جهزت الاتفاقية اللي قلتي إنه طار عقلك فيها، ما تنسي هالشي. إيه؟ لو سمحتي فكري بالموضوع، أنا بدي إياكي ونقطع السطر. ماشي؟ أوكي حبيبتي، يلا باي باي باي. ليكي فكري بالموضوع، بدي إياكي تمام؟ يلا باي. أنت روح وسرق العقد تبعي وودي لإرم، أنا بفرجيك سراج. تفضلي. وينهم؟ ما قلت لهم على الاجتماع؟ وهنن عم يستنوكي. قال هنن مجتمعين كلهم، انت تفضلي. بالله. يعني سوبر ايجو. سوبر ايجو. شفت الحال. النفسية البيولوجية، نفسية ايجو. سوبر ايجو هو احساسنا الاجتماعي والعاطفي. فرويد بتعرفي شي؟ لك انت كنت لسه مراهق لما انا كنت اقرا لفرويد. ما شكلك من جماعة اللي قارين لفرويد شي؟ يجوز. لا وجاي عم يحكي لي عن فرويد. معناتها مسميين حالهم سوبر إيجو. هيك عم يقولوا. هنن هلأ مثل البائع نقداً يلي موجود بلوحة الفرق بين البائع نقداً وديناً يا جيدة خانم. أنت شكلك عجبك الاسم كأنه. سوبر إيجو لك. ما منعرف شو السوبر فيهم. عن قريب بيقولوا عن حالهم متواضعين. الكل بيحتاج الكبرياء يا جيداء خانم. بالنسبة لشخص من أنقرة ممكن يكون عبارة عن كهرباء، باص، غاز، بس بالنسبة إلنا الكبرياء بيعني كل شي بالحياة. نورسال، جيم، محمد، هدول اللي احنا لازم ناخدهم أكيد. نفس الثلاثي هاد شفته على لوح سوبر إيجو. لك خلص سكوت، حاجة تتهاضم قدامي. سوبر إيجو سوبر إيجو حاجة بقى. أخ 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 شو هالراس؟ أخ شو غبي؟ لأمتى بدي ضل هيك؟ راسي بلا تفكير. نورسال، جيم، محمد، لازم ناخد التلاتة، ما لازم نخسر واحد. أمرك سيدتي. أكتر اسم خطر هون بين هالأسماء هو جيم بيليفي. أول شي ميزانيته عالية كتير وعنده شعبية واسعة. الأعمال يلي سواها مرغوبة، وأكيد الشي يلي عمله بينجح. جم إلنا يا تولين،
أيمن ليك ما لازم نخلي نورسال كوسيت تروح من إيدنا، هي كمان بعتت العقد بالحالة اللي سويناها مشان نربطها معنا، عرفت؟ مشان نربطها إيه؟ رح رتب الموضوع جلال بيك، طمن. نعم، مجير الاحترام محمد إيسان. حبيبتي إذا قلتي أنا عندي حجة خاصة بفهمك، يلي بدك يا ساوي حياتي. نحن هلأ بجو حرب وأنا محترفة بشغلي، هذا الشغل عندي أنا، لا تقلق أنت. لك أنت روحي. حبيبي ميرال اتصلي. ايه تكرم عينك فريدة خانم. أخ لو ناخد توقيع هالأسماء كلها. إذا أخذنا التوقيع من فوت دجلة لهون ونحن حاملين على راسنا، رح تجي هالأيام، رح تجي. يلا يا شباب، معناها خلونا نبلش، بس أكيد لازم تنتبهوا من العصفورة. واللي سرب كلمة سوبر إيجو بدي أعرفه، ما في كلام. سيراج بيك بتحب تشرب شاي؟ طيب أخده على غرفتك. لا ما بدي. سيد جلال بتحب أنت تشرب شاي؟ طيب كتير. لا لا بكر لا ما بدي، شكرا. شكرا. بعتت رسالة لنورسيل خانم جلال بيك. شو كتبت؟ هلأ أفرجيك بيعني. فريدة خانم خليني أعطي. يا حبيبتي يلا خليني. فريدة خانم الحمد يلا. لله الحمد لله على سلامتك. حماتي كمان وقعت هيك وقعة وكسرت رجلها. حبيبي لو تبعد لي هيك شوي. يلا حبيبتي خلينا نروح، عنا شغل كتير. ايه أنا مشانك يعني ما أنا فاضي. مبروك إن شاء الله. قلت لك من قبل الموضوع عندي. ما عم بحكي على أخدك لفنانين دجلة بعقدي أنا. ما باركت لك لهيك، عم بارك لك لأنه انتصرت على عصابة كلاب. هذا الفرق بين السوبر إيجو والإيجو. إيجو بتفكر تشتري لجوركان كلب مشابه للكلب تبعه يلي ضاع، بس سوبر إيجو بتجيب له نفسه. بس فرويد ما بيقول هيك. لا. إيجو هو مثل الفارس اللي على الحصان أصيل، والسوبر إيجو يعني كبرياء وهو حكم الإيديولوجيا. بوجود هيك حكم ما حتخلص البطولة. شو ما بدكن عملوا من وراي ما في مشكلة، ما رح توصلوا لهدفكن. لا من ورا ظهرك ولا شيء، نحن واضحين وكل شيء واضح عنا. روحي شوفي اللوح وبتعرفي شو مكتوب وشو مو مكتوب. وبنتي، لا لا عفوا مو بنتي، دجلة بدها تفوت على الوكالة من الباب العريض، وانت ما رح تتدخلي ومن تمساكت. فهمتي علي؟ من سوبر إيجو لسوبر أب، هذا تغيير سريع بالعواطف. انتبه، هاي النفسيات بتخلي الإنسان يخسر. يا بابي اسلموا. وصلنا فريدة خانم. شكرا حبيبتي. وهي فتنا على الغرفة. بدك الطاولة ولا الكرسي؟ خليني روح على طاولتي. يا ايه تكرمي. هوب، حاططي لي مسند هون كمان. خليني احط لك رجلك هون، انا رح ارفع. يا سلام. اوه يا سلام. مرتاحه يا خانم؟ يا حبيبتي مرتاحه. يسلموا، شكرا لك يا قلبي. اكيد في عين بالموضوع، انا عم فكر نجيب شي للعين. فريده خانم شو رايك؟ انت تركي هالموضوع هاد واتصلي بمحمد إيسان. انا اتصل؟ ايه انت رح تتصلي فيه. يلا اتصلي على السريع. ايه طيب مثل ما بدك، بس مو احسن لو انتي بتتصلي؟ يا حبيبتي ارجوكي لا تخليني اكرر الموضوع، اتصلي واعطيه موعد لحتى يجي اليوم. طيب راح اتصل، بحاكيه وبرجع لك. طيب. بابا انا اجيت. صباح الخير. صباح النور. جاي لعند مديرة أعمالك؟ ايه وانتي؟ لعند بابا يعني مشان شغل. طيب معناتها نحن الاثنين هون مشان شغل. شو رأيك نطلع بقى؟ اعتذرتي له؟ شو عم تقول؟ عم قول اعتذرتي له باسمي؟ مو هيك انت بدك؟ لا وعم تسأل، مع انه انت كمان كان لازم تعتذر منه. عن جد مو منطقي يا ابنه. تمام معناته خلص سكر على الموضوع. انا اذا ملاحظ ما عم احكي شي على جيتك لعند جيدة،
أساسا ما فيك تقولي شيء. أنا شرحت لك الموضوع، بس الشيء اللي مو مفهوم هو إنك تعتذري من شخص قلة الاحترام مع حبيبك عوض ما تاخدي موقف منه أنت. والله بنظري الشيء اللي مو مفهوم هو ردة فعلك. لحظة إذا بتريدي. سيد بارش أهلا وسهلا. جيدة خانو بانتظارك بعد شوي بغرفتها. طيب ماشي. ليش حبيبتي؟ أنت ممنوع تفوتي، في تعليمات صارمة، الموظفين القدامى ما بيفوتوا على الوكالة. ممكن تسكت شوي لو سمحت؟ أنا جاي لهون مشان شغل ضروري كتير. لا لا لا، لو سمحتي من دون موافقة السيدة جيداء ما بحسن. أرجوك انتظري هون، هاي مسؤولية. ميرال، سمعت أنه محمد إسان جاي. مزبوط. طبعاً أنتي ما بتعرفي، هو أول زوج للست فريدة، وحسب ما سمعت عنده حبيبة بعمر صغير، يعني حساسة هاي المواضيع شوي، وإذا ما بتتدخلي بيكون أحسن. كمساعدة لازم تعرفي هالأمور. تمام، شكراً لإلك. أحلامكم بس رح توقعوا مع هدول الممثلين. اتصلتي فيه؟ اتصلت. إيه؟ ورد عليكي؟ يعني مش الحال؟ رد، قال إنه خلال ساعة رح يجي. خلال ساعة؟ معقول؟ ما بظن هلا بتشوفي بده شي ساعتين، لأنه ما بيطلع من البيت فورا. ممكن تبعدلي شوي؟ خلاص لو سمحت ما تخليني عصب إذا بتريد. لو سمحتي بدنا ناخد إذن السيدة جيداء، بس هي ما عم ترد على موبايلها، شكلها مشغولة. خير يا باشا؟ حليق بعد من خلقتي؟ أهلين حبيبي، اشتقت لك. وأنا كمان. يا روحي. أيوه، من أمتى الموظفين اللي بيتقلعوا وبيستضيفوهم؟ كأنه ما عم تفهموا. لك لسه من شوي محاكيكي، عيب عليكي. هاي دجلة ما أنا موظفة، هاي مديرة فريق. مزبوط. وغير هيك هاي بنتي، وبنتي بتفوت على الوكالة إمتى ما بدها، وبتغني وبترقص وما حدا بيفتح تمه بحرف. استحي على حالي ولا اللي استحوا ماتوا؟ إيه والله. برافو. تفضل يا حبيبتي، تفضل. جيداء خانم، السيد بارش بانتظار حضرتك. كيفك فريدة خانم؟ جبت لك شوربة روس ومقادم منيحة للكسور، شوية خل شوية شو ما بتطلع غير شكل. يا عيني يا سلام. بكر شو عم تعمل من عند الصيف؟ بعدين هاي الشغلات أنا ما باكلون. بس بكر ما بيصير، هاي الشوربة كتير مفيدة، بيقولوا المقادم مسامير الركب. إلا كان هلأ بس تاكليون رح تنطي مثل الغزال سدين. بكر أنا عندي دكتور وقال لي أكل أمور تانية، موروس ومقادم وشغلات بتلاعي النفس. هاي ريحتها قوية اليوم، ما بيمشي الحال. شو دخلنا بالريحة المهمة الفائدة؟ خدي شري بكر شري. أنا ريحتها لحالة بتضايقني، شيلة من وشي لو سمحت. طيب خلاص تصفلي، كانت النصيحة بجمال وهلأ أنتوا ما عم تقبلوا تنصحوا. طيب خلاص رح شيلة. شو هالحكي؟ أنت واقع على راسك شكلك، مو على ظهرك. الله يسامحي. يلا روح. يا ربي دخيلك. فارش حياتي، أهلين، كيفك؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. منيح، ما في شي جديد. شو صار؟ جداء فهميني شو اللي عم بيصير؟ شو يعني شو بدك؟ لوين بدك توصل؟ قلي. يعني ممكن تفهميني أو تحاولي تشرحي لي شو اللي عم بيصير وشو هالكركبة كلياتها، لأنه أنا ما عم بفهم شي. كأنك فايت بأزمة نفسية. لو سمحت ليك لا تفوت بموضوع أنا تعبان، لأنه في عنا كتير شغل، يعني بتعرف أنت. ممكن جاوبيني على سؤالي جيداء؟ ممكن أنت تجاوب على سؤالي؟ شو هاد؟ الحمد لله أنه تورون صحفي قديم، وإلا ما كنا لحقنا قبل ما ينشروه. لحظة، ما بصير ما بصير يعملوا هيك شيء. انا مو مساوي هيك، هنن عم يلفقوا لي، ولهيك انا بدي ارفع عليهم دعوه. تعرف اذا نشروا بهالشكل كيف النساء رح يوقفوا ضدك؟ ما هيك؟ لا تكون عملت هيك شيء. جيداء لا تخبصي، انا ما بعمل هيك شيء ابدا. انا كنت معصب على شيء تاني، ودجلة ما كان له علاقه بالموضوع. بارش عود شوي،
أنت ليش متوتر هيك؟ شو عم بيصير؟ لا وأنت اللي عم تسألني كمان، لا تنسى أنا مديرة أعمالك، ممكن تحكي لي؟ أنا إذا كنت حلاوة فهذا مو سبب إنه كل المخرجين يبلشوا يستبعدوني بحجة إني أنا مالي ممثل منيح. أنا ما بعتمد على شكلي وبس، أنا ممثل منيح وموهوب. إيه؟ لك أنت ليش عم تسمع لهدول؟ أنت مأثبت حالك قدام العالم كله، خلي غيرك يفكر بهالحكي. لا لا عن جد في هيك حكي، ونحنا لازم نكسر هالقاعدة. في مخرج لساته عم يصور أول فيلم لإله، قال ما بيشوفني إني ممثل منيح. ليش؟ لأني حلاوة، أنا شو ساوي؟ آه لهيك أنت ودجلة تخانقتوا؟ أي دخيلك؟ شو لك مصلحة أنت بهالشغلة هاي؟ معناتها أنت لقي لي حل. يلا جيداء، مو أنت مديرة أعمالي هلأ؟ أنا بدي مثل بفيلم وما بيهمني حجم الدور، المهم يكون دور حلو ويبين موهبتي كممثل، وباقي التفاصيل ما بتهمني بنوب. شو كيف التحضيرات مع سنان؟ الأمور كلها منيحة رواق؟ إيه رواق. في شي صاير؟ بنوب مو صاير شي. حطي عينك بعيني. انت ليش اجيتي؟ يعني ممنوع زورك بمكتبك؟ هو بصراحة مزبوط، تذكرت هذا الشي بالنسبة لي ممنوع. دجلة ما بدنا نضحك على بعضنا، واضح في بتمك حكي، قولي لي وخلصيني. قلت لك ما في شي. ليك إذا الموضوع موضوع جيداء نحن ما رح نخليه هون، رح تتقلع من إيجو وما ضل وقت كتير، بس آخر ضرب. عن جد؟ لهالسبب أنا لازم أروح لأنه بدي ألتقي مع جيمبي ليفي. وأنا؟ كيف يعني؟ أنا أجيت مشان جيمبي ليفي لهون، إيه بدي أحكي معه مشان دور بفيلم سنان. مع جيم؟ إيه. دجلة جنيتي أنت شي. لا ليش؟ جيمبي رأيك بمثل بفيلم بهالمستوى؟ ليش لحتى ما يمثل؟ إذا هو قرى السيناريو وعجبه ليش لحتى ما يقبل؟ لك بنتي مو قصدي هيك، فهمي علي شبي. ما فينا نعرف قبل ما نسأله، مو هيك؟ بالنهاية هذا شغلي كمديرة فريق، مهمتي خلي الأمور يلي ما بتصير تصير. ولا عندك رأي تاني؟ بعدين لكون صريحة معك، أنا وعدته للسنان أني حاول. لك كيف بتورطي حالك باسم كبير مثل هذا وبتعطي وعد؟ يعني لو أني ما بعرف جيم بقلك عادي تمام، بس حتى يفوز جورجو بده إياه. لهيك لا تخاطري بحالك يا بنتي، لا تعطي هيك وعود. بس وعدت. طيب ليش؟ جلال بيك جبت لك كل المعلومات متعلقة بنورسيل خانو، وين خلقانة، شو برجة، شو الأكلات المفضلة، وأكتر أكلة بتحبها وبتكرهها، حياتها الخاصة وألوانها المفضلة، كلها موجودة بالملف. برافو برافو أيمن، كتير منيح اشتغلت، برافو عليك برافو عليك. صح برافو. شكرا جلال بيك شكرا. يعني والله كتير منيح لهالدرجة، إنه فاجأتني عن جد يا أيمن، يعني بتشوف بتحس إنه هاد برنامج نافذت ياسمين، مكتشف كل شيء بحياته. جلال بيك شو هذا البرنامج اللي كان اسمه نافذت ياسمين بزمانات؟ طبعا كان برنامج كتير غريب أيمن، كان يطلع أم وأب وأقارب وخال وخالة وعمة الإنسان، كان يطلع الكل. ليك بتعرف هي كانت أول تجارب فيسبوك، بتعرف هالشي؟ عندك هالخبر؟ ها يعني قصدك هلأ إنه مارك سرق الفكرة منا؟ لا 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 تدخل لي مارك، خلينا نركز على نورسال. رح نبلش متقدمين خطوة، لأنه أنا أساسا بعرفها لنورسال كتير منيح. عرفت شلون؟ من وين جلال بيك؟ كنا سوا بهامبورغ وأكلنا همبرجر سوا وقعدنا وقتها، وبتتذكرني دغري أول ما نقعد معه. معناتها في فرصة كبيرة جلال بيك يمكن تثق فورا وتوقع لنا، يعني يصير في بيناتنا عقد. طبعا أيمن. نعم نعم نحن رح نعملها يا أيمن، ضل شوي بس، ضل شوي ورح نربط الموضوع. ماشي سبحنا ووصلنا للشاطئ. أرزو عم تتصل يا أيمن، مالي مصدق إمتى ننهي شغلنا. طيب يلا انت اطلعوا، بس تجي نورسال استقبله وخبرني. ماشي خبرني فورا. ايه ماشي امرك جلال. يلا طيب بالإذن. باي باي باي. حب روحي. جلال كتير ضايق خلقي، شو ساوي؟ طيب يا ارزو رح ارجع بكير اليوم، لا يضيق خلقك هلا. يعني ما رح نحسن نمر 24 ساعة هيك مع بعض انا وياك؟ شو الحب هاد جلال؟ معك حق معك حق حبيبتي، رح تجي هالايام، لا تخافي حبيبتي رح تجي. مو على اساس وعدتني؟ صحيح إذا ما أجيت ولقيتني بالبيت بكون طلعت لأني كتير مالي. خلاص خلاص حبيبتي لا تقي حالك، أنا جاي. ماشي خلاص أنا جاي لعندك، لا تكليها. تمام. أنا فهماني قلقك على موضوع أنه ليش ما عم يفضلوني بالأفلام المستقلة، بس بأغلبية الأفلام اللي من هالطراز بيمثلوا فيها الناس اللي أسماءهم مو معروفة. هذا لأنه في أفلام مالك شايفتيها،
جيداء ليكي، أنا صار عندي قلق من هذا الموضوع ولازم نحله بأسرع وقت ممكن، في مجال؟ أول شيء أنت لازم تشوف حالك مناسب لإلهم حتى يجوا يلاقوا. أنا شايف حالي إني ممثل منيح وإني مناسب لهي الأدوار، ولهيك أنا قدامك هلأ جيداء. أنا بدياك تهتمي بالموضوع مشاني بشكل خاص لو سمحتي. طيب طبعاً رح أهتم، بالنهاية تحقيق رغباتك من مسؤولياتي، بس البيت اللي أنت فيه والسيارة ولا حتى شهرتك كله بفضل التلفزيون، بلا التلفزيون ما منقدر. اختار من المشاريع الأربعة اللي رح أبعت لك ياهن لنوقع عقد تمثيلية. يعني عم تقولي وقع توقيع بغذي جسمك وتوقيع بغذي روحك؟ اي تماماً، ورح نمحي أخبار الصحفيين وكل شيء رح يصير بالمكبات الإلكترونية. تولين تولين، بارش إجا وطلع بسرعة لفوق، ما مر لعنا شو في؟ سراج بيك ودجلة صار لهم زمان قاعدين جوا لحالهم، معقول يكون في شي مشكلة؟ هلأ لا تهتمي، خلينا نحن نهتم بنورسيل خانو. ماشي الحال، هلأ أنا رح أشتغل على جيم بليفي. ليك بصراحة هذا الرجال مختلف، يعني رح نشتغل معه لأول مرة، لهيك أنا حاسة بتوتر. الناس اللي إجوا تأثروا بجورغان بيك، فما عاد فينا نستخدم هالورقة. هذا الثلاثي إذا حسننا ناخده رح يكون الموضوع كتير رائع، يعني الشيء اللي سميناه سوبر إيجو بظن أنه عم يتجه اتجاه كتير مهم. يا شباب، ها إجت المثال الحل للإنسان يلي لقى النميمة وراكد ليوصلها لرفقاته بالشغل. احكي لنشوف. محمد أسين وفريدة خانهم طلعوا متجوزين من قبل. ميرال، ما عنا وقت لنحكي على حد، عنا شغل كتير. يلا لحظة استنوا. طيب ليش اتطلقوا؟ ايه يلا اشتغلي اشتغلي ميرال. بس يا رفقاتي الأظراف، سمعت انه السيد محمد عنده حبيبة ظريفة وصغيرة. ظريفة؟ وقديش الظريفة يعني؟ يعني قديش ظريفة برأيك يا أيمن؟ يعني أكتر شي بعمر 25 برأيك. ليش 25؟ شو يعني 25 ها؟ الإنسان ممكن يكون ظريف في كل الأعمار، حتى بعد 25 بيكون ظريف. القصة مانا بالعمر، الظريف ظريف دائما، فهمت؟ ظريف بيضله ظريف. أساساً كان في مجموعة اسمها البنات الظراف، وكان في مجموعة اسمها عدة رجال جيدين. يونجا إف جيميك قابلتهم، كانوا ناس كتير طيبين. نكمل هالأحاديث ولا نشتغل؟ باي، شوفكم. إجلي في شي مانك حكيتي لأبوكي ما؟ أو حتى لسراج أوزال؟ كتير بضحك موقف إنه أنا وياكي قال عم نتنافس عم ممثل. لك من لما كنا صغار أنا وسينان بالمدرسة كان عنا هدف وطموح كنا حابين نحققه، وأخيرا قدرنا نعمل شي بجهدنا. لهالسبب مساعدة سينان عم تحسسني إني عم أتقدم خطوة بأحلامي، وبصراحة هذا الشي مفيد لإلي. ليكي أنا ما بعرف جيم منيح، بس حسب أبحاثي بيّن معي إنه هو شخص صعب. طيب أنت تواصلت معه شي من قبل؟ لا لا ما تواصلت معه لسه، بس مو مشكلة تواصلي معه أنت وبعدين منشوفه سوا، ويمكن هيك منحسن نحقق وعدك. عن جد عم تحكي؟ أنت مو بتوثق فيني، هذا أهم شي بالنسبة لي. حبيب. بتوثق أني رح أنجح، وكمان بتوثق بكل شي رح ساوي. يا روحي أنت دائما كنتي عم تنجحي، لهيك أنا بوثق فيك. شكرا كتير بابا. العفو حبيبي. العفو. بس ليكي بابا، إذا ما زبط معك لا تزعلي حالك. لأنه تمثيل جيم بهالفيلم تقريبا مستحيل، بس نحنا كلمة المستحيل مو موجودة بقاموسنا. أي مو موجودة، معناتها جربي حظك للأخير. رح أجرب للأخير ورح أنجح. يلا أنا رايحة. أوكي يا حبيبتي. صحيح كنت بدي لك شغلة، فيني أخذ سيارتك إذا ممكن؟ إذا ما بتحسن بسيطة مو مشكلة بدبر حالي. تفضلي يا حبيبتي، شو هالشغلة ولو؟ شكراً كتير. بس انتبهي ما يصير لك شي بابا، تمام؟ ماشي بنتبه. شكراً كتير. باي.